شوف الرخص. انزلي من العربية عشان افتشها. يا رخص فيها حاجة ولا اجراءات امن بسيطة. اتفضل يا بيه انزل. ايوه حضرتك معاك اذن تفتيش. اذن تفتيش؟ اه. انزل يا برنس انزل لي. فتش لي العربية. تمام يا باشا ما عليك. لقيت دول في العربيه. لقيت دول؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ بودره؟ يعني معاك بودره وسلاح وفلوس. ده اتجار بقى مش تعاطي. سعادتك انا اسمي حازم مني. صاحب شركة بلانت تولز السياحة. السلاح ده مترخص. الفلوس دي فلوس شغل. أما بقى المخدرات دي أنا معرفش عنها حاجة. وإيه اللي يخلي واحد محترم زيك كده يتاجر في المخدرات؟ برضه؟ يا فندم أنا شركتي بتكسب ملايين. مش محتاج أتاجر في الزفت ده. طب أنت عندك سواق خصوصي بيسوق لك العربية؟ أكيد عندنا سواقين كتير. بس أنا مفيش حد بيسوق عربية. تفسر لي بايه وجود المخدرات دي في عربيتك؟ معرفش يا فندم، لو اعرف كنت قلت لك. طب عندك اعداء ممكن تتهمهم؟ اكيد اي حد ناجح عنده اعداء. بس انا معرفش اقول مين ولا اعرف اختار حد بعينه. انت ليه مش عايز تساعد نفسك؟ يا فندم انا قلت لك اللي عندي، ما عنديش حاجه ثانيه اقولها. يعني مصر على الانكار. هو انا يا اما اعترف باللي حضرتك عايزه يا اما ابقى مجرم ولا ايه بالظبط؟ خلاص ما تزعلش روحك يا حازم بيه. احنا نحولك بكره على النيابه ونشوف بقى حكايتك ايه بالظبط. طب بعد اذنك عايز اعمل التليفون. دي يا فندم رخصه السلاح اللي لقوه معاك. بعد اذن حضرتك يا فندم، يعني احنا عيله كبيره ومحترمه وانا واخواتي متربيين واولاد ناس. انا شايف ان القضيه دي حد ملفقها لاخويا. حازم اخويا ملوش في المخدرات ولا في الحاجات دي خالص. للاسف يا باشمهندس وضع اخوك سيء جدا في القضيه دي. خصوصا ان اتقبض عليه بعد اخباريه كانت متقدمه ضده. والكمين اللي اتقبض عليه فيه كان معمول مخصوص علشانه. وده معناه انه اتقبض عليه كتاجر مخدرات. واضح كده ان في حد بيكره اخوك قوي او عايز مثلا يزيحه من طريقه. طب حضرتك كلامك زي اللي انا بقوله بالظبط، يعني ده بياكد ان اخويا بريء وحد ملفق له القضيه دي. يا باشمهندس النيابه ما بتاخدش غير بالادله والبراهين. ودي حاله تلبس. ما تقول له حاجه يا رياض بيه. بص يا يوسف، الحقيقة أنا محتاج وقت أدرس فيه القضية وأشوف ملابساتها وأدور على مفتاح يوصلني لأي ثغرة يثبت إن القضية دي ملفقة. أه ربي، بس حضرتك عارف إن حازم ملوش أعداء وأكيد في شخص عايز يضيع مستقبل أخويا. أهو لو عرفت بقى مين الشخص ده يبقى حالته نص المشكلة. ولا إيه يا متر؟ إن شاء الله هنلاقيه. خير خير يا يوسف. مساء الخير يا زميلي. يلا من الناد. انت مالك وشك غامق كده ليه؟ هو انت جاي فيا شقيق؟ طب قول عشان انا مش فايقلك. كله بيقول البقين دول بريء ومش بريء وفي الاخر تطلع ابن كار قديم. انت عايز ايه؟ مالك حمقي قوي كده ليه يا عم؟ ما تزقش. هتجيب سيجارة يالا؟ ما قلنا معيش. هات يا سيجارة من اللي انت مكمرهم في الشراب. يا عم ما قلنا معيش. لا ده انت عايز تتأدب بقى. واحد خزاك هو اللي يأدبني. خيخة؟ في ايه يا ده انت؟ بس يا عم بس يا عم يا عم بس انت اهو ارجع هات يالا 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 من هنا اهو. اقفل من كل واحد قبل مكانه. اقعد يا عم على جنب كده.